مرحبا أصدقائي ومشتركين، اليوم حنسوي قناة يوتيوب وحنسوي منه مصاري. حنبلش من أول شي، من أول شي اللي بدك تسوي. فهلا حنجي لأول شي اللي نسوي. تسمية القناة لازم يكون شي سهل، بس في دائما واحد اللي بياخد هذا أسماء، فهلا فحيتركك مع هذا من دون أسماء منيحة، وأنا حورجيك شلون جيب اسمك اللي هو مأخوذ. أول شي بتحط عليه شي كم أرقام أو نقطات، إذا ما اشتغل حط بقى بنص الكلمة حرف، إذا ما اشتغل كمان حط إيموجي، إذا كمان ما اشتغل حط طلع على كيبوردك ورقص عليها. روح على متصفحك وكبس على اطلب موقع صفحة المكتب، فبعدين توصل هون، فبعدين بتروح على قناتك، تكبس عليها، تكبس على فيديوهاتي، بعد ما وصلت على فيديوهاتي تكبس على قناة. بعد ما تصل على قناة، فبعد ما فتح الصفحة حتلاقي زر اسمه تحميلات، تكبس عليه، او اذا مفعل فيك هذا تستنى بس العالم التاني يفعلوه. فهون بهالمكان ما بقدر اعلمكم تسووا حساب ادسنس، بس انا ما حورجيكم كأنه ما بعرف، وانا ساوي وامي ساويته، ففيك تتفرج هالفيديو من واحد لا اللي هو يعني ساوي. تروح تثبت ملكية قناتك، يعني تأكد برقم هاتف، فشغلة بسيطة، مجرد ما تكتب الرقم ويجيك كود وتفعل الملكية. بعد ذلك تشوف انه قناتي هنا ما محقق الدخل، تروح على كلمة تمكين الموجود هنا تسوي الحساب الجوجل آدسن. مثل ما تشوفون اصدقائي، فتح لي طلب انشاء حساب، يقول لك حساب تحقيق الدخل غير متمكن. تمام، احنا ايش نسوي؟ احنا راح الشروط اللي يعني الموافقة على حساب الادسنس، يكون لازم يكون عندك 1000 مشترك في القناة، وعندك 4000 ساعة مشاهدة في 12 شهر الاخيرة. تمام، هذا الشرط احنا ما عدنا اشكال بها، يعني بالموافقة احنا راح ننشئ الحساب جوجل ادسنس، وش وقت ما وصلنا الى هذا الحد راح يوافقون على حساب الادسنس والشراكة على اليوتيوب. احنا بتانا ننشئ الحساب، نروح على كلمة البدء، هذا كلمة البدء الموجود هنا، فهنا يعطيك يعني نقرأ شروط القبول، هذا البنود يعني برنامج اليوتيوب، هنا نقرأ كله تفصيليا تقرأ، لانه بيه صراحة شغلات يعني ضرورية يعني تقرأ، تفتهم شنو الشروط يعني الشغلات اللي لازم تسوي او ما تسوي باليوتيوب. هنا يقول لك لقد قرأت هذا الشروط، تضغط على هذا الخيار. طيب بعد ذلك نضغط على كلمة الموافق. بعدها احنا وافقنا على شراكة، نجي الاشتراك بالادسنس، نضغط على كلمة البدء، هذا كلمة البدء، اشتراك في الادسنس، انشئ حساب جديد في الادسنس. يقول لك سيتم اعاده توجيهك يعني الى ادسنس، جرب حسابك الحالي في الادسنس او انشئ حساب جديد. طبعا
Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on and on we'll go. بالجوجل بس اكتبوا الرمز البريدي والمحافظة راح يطلع لكم الرموز البريدية لكل منطقة. بالأخير تكتبون رقم الهاتف يعني رقم الهاتف تأكدون الحساب. بعد ما تكملون هذا الخيارات أو المعلومات، طبعا المعلومات قلت لكم لازم يكون معلومات تكون حقيقية 100%. هنا نضغط على كلمة الإرسال. بعد ما كملنا يا صديقي يطلع لك هذا النافذة، هنا نعطيك شفرة يقول لك انت هذا الشفرة في موقعك الذي تريد ان يظهر فيه الاعلان جوجل ادز. يعني اذا عندك موقع بالانترنت تقدر تلصق هذا الشفرة بالموقع الموجود بين كلمة مخفية الهيش يعني، ويطلع بها مع جوجل ادز وتحصل على ارباح يعني بعد تفعيل حسابك الجوجل ادز. هنا بعد ذلك تضغط على الخيارات توصل عليه تكون على كلمة هنا يقول لك ترشيح حسابك. عادة ما يستغرق ذلك قبل اليوم، ولكن في بعض الحالات يمكن أن يستغرق فترة أطول قليلة، فنرسل إليك شعارا عندما يصبح كل شيء جاهزا. هنا يا صديقي تقريبا كملت من إنشاء حساب جوجل أدز 100%. ما ظل عندك سوى خطوتين، خطوة ترشيح حسابك اللي هو ما يستغرق أقل من يعني أكثر من ساعة أو ساعتين ينشطون حسابك، والخطوة الأخيرة ظل عندك هو يعني الوصول إلى حد قبول الشراكة مع جوجل أدز اللي قلت لكم إياه، هو 1000 مشترك و 4000 ساعة خلال 12 شهر السابقة. تمام، يعني إذا وصلت إلى هذا الحد فإنك راح يقبلون شراكة مع جوجل أدز وراح يبدأ يظهر عندك الإعلانات على قناتك باليوتيوب. أصدقائي بعد ما يتم الترشيح
السابق راح يوجهك الى اليوتيوب مره ثانيه عشان تكمل هذا الخطوتين الاخيره. طبعا بعد ما تحصل حسابك راح يجيك شعار انه تم تنسيق حسابك اوتوماتيكيا راح يوجهك الى هذا الصفحه. هذا الخيار خيار خاص وخصوصية يعني تركب العلامات على الفيديو هذا. خطوة بسيطة والخطوة الرابعة هو الخطوة الأخيرة اللي هو فتح تواصل مع الموسوس وضوء يعني بلد. طبعا بعد ما تكمل الشروط 4000 ساعة و 1000 مشترك راح يتم قبولك يعني قبول الشراكة واللي تطول يعني ما طول هو يمكن طول يوم او يومين وراح يفتح لك الشراكة مع اليوتيوب. ما اعرف شو بنسميها بس في شيء اللي اسمه انه واحد بيجي على القناة وبيشوف اذا فيها يجيب مصاري بس يصير هذا المشتركين والمشاهدات. فيك تكبر الأرقام مثلاً إنه هذا يشتركوا بقناتك عالم أو تفرج عليها كتير أكتر عالم، أو فيك تشتري مشاهدات ومشتركين. بس ما بقول هو شيء منيح تشترك مشاهدات كأنه بدك ياهن العالم يتفرجوا على الفيديو كله عشان يكون عن عشان يطلع أطول رقم. بس هذا اذا اشتريتهم هن حيكونوا روبوتات حيشوفهم الفيديو لشي ثاني وبعدين يروحوا، فما له شي منيح. وفيك تجيب كمان المشتركين بطرق تانية، بس انا هلا ما حروح على هدول الطرق، فهلا حنروح على الشي التاني اللي بتساويه بعد ما بتجيب كل هالمشتركين والمشاهدات. فللإعلانات ما حسوي كمان فيديو، فيك بس تبحث على يوتيوب وتلاقي شلون. كأنه أنا كمان ما فيني حط إعلانات لسه على فيديوهات. فبعد كل هذا فيهم يجوكوا مصاري.